قرمشه هذه هي هيال. عبد الرزاق ماذا يسمون هذا؟ شوكة الإبل؟ عندنا يسمون شوكة الإبل. عشري؟ هي طيبة للأسنان ها؟ يا طيبة للأسنان يعني من مثل هذه. شوف سوى استراحة ما شاء الله شوف. جاي اوف خجيدة 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 والله لو عندي فلوس اسوي قهوة والله. لكن هذا ان شاء الله يسوي استراحة كذا يسوي استراحة كذا وشيخ انا. طيب شيخ انا اذا سوينا ان شاء الله ممكن